السلام عليكم، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فصاله ديال واحد البيجامه كتجي زوينه بالطوق كاري. كنتمنى الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونوريكم الدونتيل اللي غندير فيها. غندير لها هاد الدونتيل هانتوما، عريض كيجي زوين الشكل ديالو. هذا غيكون داير على الطوق بحال هكا، ما يكون الشكل ديالو كاري وغيجي في الكميمات. خليكم معايا ناخذوا لابار، نبداو على بركه الله. انا راني بتراسيت ولكن نعاود معكم لابارات. عندي الطول في متر و 34، الكتاف 19 ونص، كنهبطو دائما هنا ب 3 سنتيم وهنايا 23 سنتيم. هنا غناخدو العرض ديال الصدر، كيبقى دائما كيفما قلت لكم العبارات على حساب اي طاي بغيتو. هنايا عندنا 27 سنتيم، الحوض 30 سنتيم، والطول عندنا في اخر في الجلال من تحت عندنا 40 سنتيم. نبداو على بركة الله. هنايا غناخدو 7 سنتيم ديال العنق، نهبطو بجوج سنتيم. دائما دابا انا كنفصل الامام والخلف، دائما نهبط غير بجوج سنتيم حتى غنفرقوا الامام على الخلف، عاد غادي نهبطوا الامام وقادو. هنايا غنهبطوا هكا ندورو، ومن بعد ملي غنحيدوا الامام نفرقوا على الخلف، عاد غادي ندخلوا بواحد سنتيم هنايا في الامام. دابا نبداو على بركة الله بالفصالة. بسم الله. نفرقوا الامام على الخلف، نقادوا الامام. دورتكم الكاميرا هنايا قريب باش يبان لكم، وانتم هذا هو الامام كيف ما درنا قبيلات. هنايا راه دخلنا ب 7 سنتيم، غادي نهبطوا من هنا ب 14 سنتيم. ندخلو هنايا بسبعة، هي هاديك، غنتراسيو بحال هكا العنق ديالنا. بسم الله. غندخلو هنايا بسنتيم، هادو هما الاضافات اللي زدناهم هنايا في الامام. دابا غندوزو نفصلو الكمام. دابا نفصلو الكمام. التوب هانتوما دار عندي على زوج وهذا على زوج، يعني التوب طويل 4، نفصلو الكمام بجوج ضربه وحده باش يجينا ساهل. تديوش على الصوت ديالي، راه ضربني شويه البرد. قادو مزيان، ضروري من قادو التوب مزيان باش يكون العبار هو هذاك. عندي انا الطول ديال الكم 37 سنتيم، وعندي هاد الدونتيل عريض، يعني خصني نقص العرض ديال هاد الدونتيل من العرض ديال الكم. عندي فيه تقريبا هو كل 7 سنتيم، يعني انا غندير هنايا الكم فيه 30 سنتيم زائد سنتيم ديال الكفافه وسنتيم ديال الخياطه من هنايا، يعني غندير فيه 32 سنتيم. هاي 32 سنتيم، وغنزيد حتى 33 سنتيم ماشي مشكل. وغادي ناخذو هنايا العرض 22، ندخلو
10 سنتيم. غنقسمو هاد المسافة على النصف ديالها هانتوما، هدا هو النص، النصف ديالها، وهذا نقسمو هنا النص، هنا النص، هنا نطلعو بسنتيم، هنا ندخلو بسنتيم، وغنجيبو هاد التقويرة ديالنا فحال هاكا، وغندورو لهنا، وغندوزو عند هادي، وغنخرجو. هنايا العرض عندنا ناخدو فيه قدو دائما 15 سنتيم، غيمشي سنتيم مع الخياطات، وقلنا 14. دائما انا قبل ما كنقطع كنقادد الطون داك التركيز ديالنا مع هذا، كنتاكد بلي انهم راهم مقادين. غير واحد ثم هنا تقعد بالخياطة حتى دايرة هكا، هو هداك مسمونة. هذا هو الكم، يكون فيه هاد الدونتيل من هنا بهاد الشكل، وندوزو نخيطوها. وخليكم معايا تشوفوا الشكل ديالها كيفاش غادا تجي، كتجي رائعة في اللبسة، وان شاء الله نشارك معكم الخياطة ديال الطوق كيفاش كيجي الشكل ديالو كاري. السلام عليكم، دابا نبداو البصالة الخياطة ديال هاد الموديل اللي وصلنا مع بعضياتنا. كيف ما شفتوا معايا عنده طوق كاري، دابا غنديروا له هاد الدونتيل، هذا هو الوجه ديالو، غنجيبوه بحال هكا، ويكون عندنا الأمام، وغيجي داير بحال هكا، وغيجي طالع جد تهز هنايا بزيتين، أولا بدو نخيطو نيشان، كيبقى ليكم الإختيار. كنطوي واحد تقريبا واحد سنتيم، وغنحطو عليه هاد الدونتيل، كنخليو هاد شوية خارج من هنايا، هانتوما عدتو بلا بطلة بيضة هنا غيبان ليكم، كنخليو هاد الحاشية شوية خارجة. وغنهبطو هانتوما هاد الحرف هنايا ديال الكاري، غنقطعو هكا شوية باش هذا يدور لينا بحال هكا. من بعد دابا حنا وصلنا للقنت، نحاولو نقادو باش يجينا هنايا داير لي نيشان بحال هكا. دائما غير بشوية عليكم، ندور معاها نثبتها هي الأولى هاد الجهة، نرجع من بعد غنطوي تاني هنايا واحد سنتيم، غنجي لهنايا كيف ما درت هنايا فتحت واحد هاد الكليب حتى هنا نفتحو باش يجينا هاد السنتيم هاكا داير لي نشان.
وصلنا للقنت الثاني. هانتوما دائما واحد الملاحظه بحال دابا هذا درتوه داير للفوق، حتى هذا القنت غديروه داير للفوق باش كيكون عندنا نفس الاتجاهات ديال الغرق. انا غادي نعطيكم غير بشويه باش يجي الشرح واضح. بحال دابا هانتوما هذا هكا، انا غادي نطويه للفوق قادو هنا مزيان عاد ندور. حنا نزرو ليه حتى يبان لينا تقاد مزيان. نحل هادي شوية من هنا ثم دابا راهم قادين، عاد غادي نجي نخدمو نجي نثبت هاد القنت وندور نطلع. واحد الملاحظه قبل ما تقطعوا هاد الزياده اللي عندكم، دائما تاكدوا من ان الموديل عندكم مقاد، يعني ما تفتحوا ما ديروا حتى شي حاجه. شتو دابا هو عندي انا بالمقاد تيبان ليكم، معرفتش كيفاش كيبان هانتوما. دابا بقى ليا غير نثبتو نعاودو من هنايا وهلا معاك. كنلقاو الكتاف في البياسة تمام مع الخم، دابا هانتوما عندنا الخلف الخواف. غتكون عندنا على شكل كفافة بحال هكا النور. نبداو من الكتاف حيت هاد الطونطيل ما يكونش عندنا داير من اللور من الفوق. كنحاولو نديرو واحد الكفافة هاكا صغيرة تجينا من اللور هاكا. هي هاديك البلي لي دوز الكفاف لي دوزناها في الخلف. كتجي فيا وهذا هو الطوق ديال الأمام، كتجي بحال هاكا على شكل كاري. دابا غندوزو نقادو الكمينات. هانتوما الكم كنطويه على جوج، كناخدو المنتصف ديالو
وكنحطوه على هاد الخياطه اللي كتكون من الجهه ديال الكتف. كنبداو من النص دائما. هانتوما دابا بعد ما لصقنا لكم دابا غنزولو تحت هو البونفال هنايا. نجي طاير بحال هكا دابا نعطيهم هاد الجن. عندنا الجيب نلصقو في الجن هانتوما نفس اللي قبل. نحطو على هاد الجهة هانتوما هادي الجهة اللولة. بون خيطو جهة تانية نقطعو من نفس البلاصة اللي دينا منها الجهة الأولى هانتوما هنا في الإتجاه التاني. ها الجيب لصق دابا خصنا نجبدوه. هانتوما الشكل ديالو دابا ندورو عليه بخياطة من هنا من هنا أو غادي نهبطو تاني فيه. دابا حسيتي الجيب دابا صبتو الجن متديوش على صوتي قطعو المريضة عاود معايا بالشفاء أو البرد. دابا نهبطو حتى البيت ورجع نوريكم الجيب. ها هو الجيب هانتوما خيطنا من هاكا هو لي كيجي داخل مكيجيش باين مع الخياطة. مزال دابا ملي يتحدد ميبقاش كاع باين في الماضي.